أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام إلى جولة جديدة من جولات الآن، سنسلط خلالها الضوء على أبرز ما لدى مراسلين من تفاصيل حول طبيعة التطورات الجارية في عدد من الملفات المرتبطة بالشأن المحلي والحكومي وكذلك أداء مؤشرات البورصة المصرية. نظم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورشة عمل حول مساهمة قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 التي تهدف إلى مناقشة سبل التعاون بين جهاز تنمية المشروعات ومختلف الوزارات والمؤسسات العامة لتنفيذ استراتيجية الدولة للنهوض بقطاع المشروعات في تمويل مشروعات الشباب وإتاحة كافة أنواع الدعم لمثل هذه المشروعات. محمد الحداد مراسلنا تابع مزيدا من التفاصيل حول هذه الورشة وينضم إلينا الآن لإطلاعنا على ما لديه. تفضل محمد. نعم، أرحب بك زميلي العزيز أحمد أبو زيد وأرحب بجميع السادة المشاهدين، وهذه المتابعة لورشة العمل التي ينظمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بخصوص مشروع رؤية مصر 2030. ويسعدنا لإلقاء مزيد من الضوء أن يكون معنا على الهواء مباشرة في هذا اللقاء الخاص المهندس طارق شاش رئيس القطاع المركزي للتخطيط والتعاون الدولي بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. في البداية فأنا برحب بحضرتك جدا، واسمح لي قبل ما نتحدث عن عنوان الورشة وتفاصيل هذه الورشة التي عقدت منذ 9 صباحا ومستمرة حتى هذه اللحظة عن رؤية مصر 2030 أن نبدأ من ما أشارت إليه اليوم وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد وأيضا الأستاذة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات من قرار رئيس مجلس الوزراء الذي أصدره منذ أيام قليلة بتبعية الجهاز لرئاسة الوزراء. الحقيقة طبعا القرار ده يمكن بيعكس مدى اهتمام الدولة بهذا القطاع ورؤيتها ليه كمحرك حقيقي للاقتصاد المصري، وبيدعم البيئة التشريعية والتنظيمية اللي بتحكم هذا القطاع لتحفيز أصحاب هذه المشروعات أنهم يستطيعوا أن يدخلوا سوق المشروعات الصغيرة وينجحوا في أعمالهم. تمام، إلى أي مدى يساهم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في تنفيذ رؤية مصر 2030؟ الحقيقة ده سؤال يعني مهم جدا الناس تبقى فعلا عارفاه، لأن إحنا بنتكلم إن استراتيجية 2030 في النهاية بتهدف إلى رفاهة المواطن المصري، وذلك من خلال تحقيق معدلات نمو عالية، ودايما بيصفوا هذا النمو يكون احتوائي ومتنوع ومتوازن. اي معدلات نمو في النهاية اللي بيقوم بها بجانب الدولة هو القطاع الخاص، والدولة بتشجع القطاع الخاص انه يقوم بدور كبير في العملية الانتاجية وفي عملية التنمية والنمو الاقتصادي. القطاع الخاص لما بنيجي نحصر عدد المنشآت اللي فيه بنلاقي ان 99.6% من عدد المنشآت في مصر في القطاع الخاص هي مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر. فاحنا اذا كنا بنتكلم على تنمية وعلى معدلات نمو وعلى معدلات نمو فيها نوع من العدالة الاجتماعية، فهذا القطاع هو الحقيقة اللي لازم نركز على الكبيرة اللي انا ذكرتها، وبيمتاز ان احنا اذا قدرنا ننجح في ان احنا ندفعه، فالتنمية دي بطبيعة الحال بتكون تنمية بتراعي كافة طبقات المجتمع، مش متركزة في 0.5% اللي بتخص المشروعات الصغيرة وتعمل لنا فعلا تنوع وعدالة اجتماعية. المقدمة ورشة العمل التي ينظمها جهاز تنمية المشروعات مستمرة منذ 9 صباحا وأوشكت على الانتهاء في هذه الدقائق التي نتحدث فيها سويا. أهم ما خرجنا به اليوم من ورشة العمل، أولا يعني الأول بس نعرف الهدف إيه من ورشة العمل. الهدف إن إحنا في 2030 في قطاع المشروعات الصغيرة، وكافة الوزارات ايضا قدمت رؤاها في تخصصاتها وفي مجال عملها المختلف. فكان السؤال هنا كيف نستطيع ان احنا ندمج المحور بتاع المشروعات الصغيرة في خطط هذه الوزارات، لان احنا كجهاز ما نقدرش نشتغل لوحدنا، لان بطبيعة هذا القطاع هو متقاطع مع كافة اعمال الهيئات والجهات والوزارات في مصر. وبالتالي الهدف من الورشة هو ان احنا بنساعد الوزارات
في انهم يضعوا محور المشروعات الصغيره ضمن الخطط بتاعتهم ويدمجوها، لانه بالتاكيد اذا كانوا هم واضعين خطط لل 2030 اللي بتهدف لمعدلات نمو، واحنا قلنا القطاع الخاص هو لاعب رئيسي في ذلك ولازم هم مدين له دور، فعايزين نشوف الدور ده بوضوح. فالهدف ان احنا بنساعدهم، اهم المخرجات ان احنا بنتواصل معاهم وبنفتح بدايه فعلا حوار ما بين الحكومه والحكومه كي ننسق ما تقوم به كل جهه في اطار رؤيه موحده اللي هي كان قدمها الجهاز كرؤيه 2030 في مجال المشروعات الصغيره. السؤال الاخير سوف يكون متعلق بمسؤوليه حضرتك، حضرتك مسؤول عن القطاع المركزي للتخطيط والتعاون الدولي بجهاز تنميه المشروعات. كيف نقوم او كيف تقوم مصر بجزئيه التعاون الدولي مع مختلف دول العالم في نطاق المشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر؟ والله انت حضرتك تعلم ان هذا القطاع بيحظى باهتمام العالم كله، مش بس مصر، والعديد من شركاء التنميه والجهات المانحه بتهتم باعطاء التمويل في هذا المجال. الجهاز يعني منذ نشاته ما كان حتى صندوق اجتماعي، وحتى هذه اللحظه يعني اغلب التمويلات اذا ما كانش كل التمويلات اللي بتيجي بتبقى من خلال هذه الجهات المانحه. احنا تقريبا ضخنا في السوق المصري ما يزيد عن 40 مليار جنيه بتمويلات من جهات منحه، وهناك تفاوضات قادمه مع عديد من الجهات في الفتره القادمه، وبالتعاون طبعا مع وزاره التعاون الدولي اللي هي بتمثلنا في هذا المجال لاستمرار الدعم نظرا لهم كمان اهداف التنميه او اهداف التعاون عندهم. القطاع ده له وزن كبير فيها. في ختام هذا اللقاء انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. المهندس طارق شاش رئيس القطاع المركزي للتخطيط والتعاون الدولي بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كان معنا على الهواء مباشرة، ملقيا الضوء على اهم ما جاء خلال ورشة العمل التي عقدها ونظمها الجهاز اليوم بخصوص تنمية المشروعات ورؤية مصر 2030. اشكركم شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، والان عودة الى الزميل احمد ابو زيد في الاستوديو.